ولا شك أن لها أسباب متعددة، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. لكن قبل الحديث عن هذه الأسباب المباشرة، لا بد من التحدث عن وضعية المغرب وعلاقته التاريخية بالهجرة. فبالنسبة لساكنة المغرب الأقصى بالخصوص، معلوم أننا لنا علاقة وطيدة بمفهوم الهجرة على المستوى التاريخي وعلى المستوى الديني. فكلمة هجرة ورحلة مع ابن بطوطة ده كامنة في النفوس وفي الأذهان. فنحن شعب هجرة وشعب رحلات. ثم في نفسي الآن بالنسبة لعلاقة الهجرة بالحياة النبوية أو السيرة النبوية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينجح في ولم يتمكن من بناء الدولة ونشر الدين إلا بعدما هاجر إلى المدينة المنورة يثرب. وهكذا يظهر لنا أن من ناحية ثقافية ومن ناحية نفسية نحن شعب مهيئ ومستعد دائما إلى أن يغادر. فالعيش في مكان ما، في ما يمكن أن نطلق عليه الهنا، دائما يتحدد بالنسبة لمكان آخر يمكن أن نطلق عليه الهناك. فالهنا يعيش فيه الإنسان ويقارنه مع الإنسان الذي يعيش هناك، فيرى أنه أفضل منه من ناحية الاقتصادية والاجتماعية، فيطمح إلى الذهاب إلى هناك. وحينما يصل إلى هناك يصبح هذا الهناك هو الهنا، ويتحدد الهنا الجديد بهناك آخر قد يهاجر إليه مرة أخرى. فالهجرة هي ظاهرة الإنسانية لا تتوقف، فدائما هناك ما يجذب وما يجلب الإنسان لأن ينظر إلى آفاق جديدة. ثم بالنسبة للمغرب يعيش وضعية خاصة، فهو في نفس الآن بلد هجرة، بلد استقرار منذ أن فتحت الأبواب للأفارقة المهاجرين الذين جاءوا من بلاد إفريقيا جنوب الصحراء، والمغرب استقبلهم وجعل البلد جسرا لمرورهم، فإذا بهم يستقرون. فإذا المغرب بلد استقطاب للهجرات الجنوبية من إفريقيا، وأبناؤه يهاجرون إلى الشمال إلى أوروبا. دائما ما يقال بأن عسل بلادي أو عسل قطران بلادي أحسن من عسل الناس، وهذه الظاهرة أو هذا المثل يجسد ذلك الاستقطاب الذي تمارسه أو يمارسه الإعلام الغربي. لأن الإعلام الغربي وإن كان يظهر أنه ضد الهجرة ويخاف من الهجرة، فهو في نفس الوقت يحتاج إليها. ثم إن التسويات التي وقعت في سنوات سابقة في فرنسا مثلا وفي إيطاليا جعلت الهجرة دائما حية في نفوس المغاربة، يأملون في أن هذه الدول أو غيرها من بلاد الأوروبية ستقوم بالتسويات مرة بعد مرة، وهم يطمحون بطبيعة الحال إلى أن يكونوا ضمن هذه العمليات التي هي في الأصل تقام وتوجه
الناخبين المحليين. فالهجرة ورقة انتخابية كبيرة بكل المقاييس. أما هاد الأشياء هاد التكالب إن صح التعبير الجماعي للذهاب إلى الديار الأوروبية، فراجع أنا أظن بالأساس إلى تأثير الوسائط الاجتماعية، حيث تبرز بعض الصور وبعض الحالات التي تشجع على الذهاب إلى 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 أوروبا أو هجرة إلى أوروبا، لأن مقارنة مع الديمقراطية أو فرص الشغل المتاحة هناك أفضل من ما هو متاح هنا. ولكن في الحقيقة متاحة هذه الفرص العمل وفرص النجاح متاحة في الحقيقة لأبناء أوروبا الأصليين، وليس لمن يسمونه بالمهاجرين الطارئين. وفي في 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 ينسى هؤلاء أن في كل مرة تقام حملات للطرد هؤلاء المهاجرين، لأنهم لا يتوفرون على المؤهلات الصناعة، المؤهلات الحرفية والمهنية التي تحتاجها التنمية في تلك البلدان، ولا يقبلون ولا يستقبلون إلا من يخدم تنمية الاقتصادية في بلادهم.